مشاهدونا مشاهدو في الجول في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده في اطار الشراكه ما بين في الجول ولاليجا. وبمناسبه مرور 100 عام على انشاء نادي سلتا فيجو، معانا النهارده واحد من نجوم الكره المصريه اللي احترفوا في اوروبا ولعبوا في الدوري الاسباني وبخاصه مع نادي سلتا فيجو. معانا ومعاكم النجم احمد حسام ميدو. منورنا يا كابتن ميدو. سعيد جدا بوجودي في وسط عائله في الجول، وانا اشتغلت يعني مع في الجول في حاجات يعني مشاريع كانت مشاريع يعني نجحت الحمد لله بشكل كبير جدا. احنا اول ناس عملنا برنامج ديجيتال ممكن في تاريخ مصر، برنامج ديجيتال رياضي ميدو ديجيتال على في الجول. وفي الجول ده طبعا من المواقع الرائده في مجال الاعلام الرياضي، فانا سعيد جدا بوجودي في وسطكم. لسه فاكر فترتك مع سلتا فيجو؟ طبعا فتره سلتا رغم ان هي كانت قصيره الا ان هي الحمد لله كانت مؤثره فيا وكانت مؤثره في الناس هناك. وغريبه جدا ان رغم ان انا ممكن ما لعبتش الا 8 9 ماتشات هناك الا ان الحمد لله يعني في حاله حب كبيره جدا ما بيني وما بين جمهور سلتا وما بيني وما بين مسؤولي سلتا، لان هي كانت فتره انا في رايي ان هي كانت يعني الفترة الأعظم في تاريخ النادي، إن النادي يتأهل للتشامبيونز ليج للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه، ويقفل رابع فوق برشلونة، ويبقى فريق يعني ند لكل الفرق الكبيرة، كل أسبانيا وكل أندية الدوري الأسباني كانت بتعمل حساب قوي للفرقة اللي أنا كنت محظوظ إن أنا لعبت فيها في سيلتا. هاجي لك هنا في نادي سلتا فيجو وانت بتقول ان كل فرقه كانت بتعمل لكم حساب. الموسم ده وصيف الدوري الاسباني وهو ريال سوسيداد خسر الدوري بفضل مباراه سلتا فيجو اللي انت احرز فيها الهدف الثالث وكسبت المباراه دي 3-2. المباراه دي اهدت اللقب يعتبر لريال مدريد. اقول لنا كده كواليس المباراه دي والجول ده وردود الفعل كانت ايه بعد الفوز امام ريال سوسيداد؟ يعني طبعا الماتش ده انا فاكره كانه امبارح، ماتش من الماتشات اللي عمري ما هنساها ابدا، بسبب اول حاجه الاتموسفير بتاع الماتش. انت عندك فرقتين بيلعبوا مش من الفرقتين الكبار في اسبانيا، بس فرقه منهم لو كسبت تاخد الدوري. ريال سوسيداد كان عندهم لعيبه جامده جدا، كان عندهم كوفاسيتش، راس حربه، نهاد اهواجي، جافي الونزو في نص الملعب، كاربن بتاع منتخب روسيا. فرقه جامده يعني، واحنا كنا فرقه جامده برضه، كنا فرقة جامدة جدا يعني. والاتموسفير قبل الماتش والشحن اللي قبل الماتش ما اقدرش انساه. كان في فرحة كبيرة جدا في النادي وفي المدينة يعني. انا فاكر ان احنا رئيس النادي بعد الماتش وفرحة كبيرة جدا للعيبة، وفي نفس الوقت كان صعبان عليا جدا لعيبة سوسيداد لان كانوا بيعيطوا زي الاطفال في التونل. يكسبوا ماتش ياخدوا الدوري، يكسبوه من مين؟ من ريال مدريد يعني. بعد كده كان في اوتوبيس مفتوح مستنينا، وانا فاكر البلد كلها كانت في الشارع وكل الفاونتنز او في الميادين الكبيره ناس على هدومها وبترقص. كان يوم جميل جدا، مش اول تاريخي لدوري ابطال اوروبا، يوم تاريخي للنادي يعني. والماتش ده احنا بجد يعني لعبنا ماتش كوره جامد قوي يعني، كل اللعيبه كانت مركزين وكل اللعيبه كانت في مستواها، ما كانش في ولا لعيب مش تقدر تقول انه مش في مستواه، كله مركز جدا، كله مركز جدا. وخيبك اصعب حاجه في الكوره ان انت في الاحداث الكبيره ان انت تحافظ على تركيزك. كان معانا لعيبه بجد عندهم خبرات كبيره، موستوفوي ده بتاع روسيا ده كان معلم تحت ضغط، تعق طاقه بيجيب جوان، بيلعب بدماغه، لعيب كبير قوي يعني. ايدو بعد كده راح فالنسيا كان لعيب كبير قوي، جوستافو لوبيز كان لعيب كبير قوي. فبقول لك لعبنا ماتش معلمه فعلا، كنا بنلعب رغم ان فرقه سوسيداد كانت جامده جدا وكانوا متصدرين الدوري، احنا كنا بنلعب بثقه كبيره جدا. كان عندنا لعيبه عندهم خبرات كبيره جدا يعني، انا كان عندي 19 سنه بس اعتقد اصغر حد في سيلتا كان بيلعب معايا كان فوق ال 30. كل الفرقه كبار، انا الوحيد الصغير. موستوفوي كان حوالي 34 سنه، الكسندر موستوفوي، جوستافو لوبيز ما كانش صغير، بريسو حاليا دلوقتي هو مدرب باراغواي وتشيلي، مدرب اشبيليا السابق كمان، مدرب في اشبيليا السابق، وكان مساعد في منتخب الارجنتين. هو ده كان السنتر باك بتاعنا، الواحد من اللعيبه الكبار اصحاب الشخصيه. كافاييرو جول كيبر بتاع منتخب الارجنتين في كاس عالم 2002 كان الجول كيبر بتاعنا. كان مين البديل بتاعه؟ بنتو حارس برشلونه اللي لاحق مع بنتو كان الحارس البديل.
سيلفينيو نجم برشلونه وارسنال السابق كان هو الباك ليفت بتاعنا، فاجنر لاف، بيتن لوكسا، واحد من احسن لعيبه نص الملعب لعبت معاهم في حياتي، برازيلي ايزو، بيني ماكارسي كان موجود، بس كان بديل. بيني ماكارسي كان بديل، يعني بيني ما كانش بافضل حالاته في الوقت ده. انا لعبت مع بيني في سيلتا ولعبت معاه في وستهام، وبيني يعني انا رحت لعبت على طول، يعني كانت حالتي احسن منه يعني في الوقت ده. في حوارات دارت ما بينكم وما بين بقى فكره مصر وبطولة جنوب افريقيا سباق 98، وانه كان هداف البطوله مع حسام حسن، انت وقتها ما كنتش لسه انضميت للمنتخب، انضميت بعدها، ولكن هل دارت ما بينكم اي حوارات في الكواليس؟ يعني طبعا المنتخب جنوب افريقيا بتاع 98 ده كان منتخب قوي جدا، وبيني كان الهداف البطوله بمناصفه مع كابتن حسام حسن، 7 اهداف اعتقد لكل من هما. وعارفين في جنوب افريقيا لعيبه منتخب مصر، الجيل العظيم بتاعنا ده واحد واحد، يعني كان دايما بيني في لعيبه معينه. انا فاكر بالذات بعد ماتش لعبنا جنوب افريقيا ماتش ودي قبل كاس امم 2004 وكسبناهم 2-1، انا جبت جون الفوز ومدحت جاب الجون الاولاني، مدحت عبد الهادي كان بيتعجب جدا مكارسي ان مدحت عبد الهادي ده ما بيلعبش في اوروبا. طب ما ده سؤال مهم جدا، انه دايما في لعيبه مصريين لما بنيجي نلعب ماتشات بره تلاقي انه الناس كلها بتتكلم على لاعب مصري ان هو لاعب مهم، ازاي ده ما بيلعبش في اوروبا؟ هو ايه اللي بيلقص اللاعب المصري عشان يلعب في دوري زي الليجا؟ والله بالنسبه لي غريبه جدا ان ما فيش ولا لعيب مصري لعب في الدوري الاسباني غيري، لان انا شايف ان اللعيبه المصريين يقدروا تفتن الدوري الاسباني او يقدروا يتاقلموا على الكره الاسبانيه بكل سهوله. اول حاجه الجو في معظم مناطق اسبانيا قريب شويه من الجو اللي هو الجو الميديترينيان او الجو بتاع الشرق البحر المتوسط. عاداتهم قريبه مننا جدا في حاجات كتيره جدا. الكره اللي هم بيلعبوها رتمها ابطا سنه من الدوري الفرنساوي والدوري الانجليزي والدوري الالماني بالذات، يعني هم بياخدوا وقتهم على الكره سنه. واللعيبه المصريين تقدر انها تلعب كويس في الجو في الجو ده. للاسف واحده من الحاجات اللي مصر لازم تحاول تعالجها، في اتفاقيه كده مش عارف فاكر اسمها اتفاقيه ايه، مصر ما شاركتش فيها، ففي لعيبه مثلا افارقه الكاميرونيين والنيجيريين وكده ما بيتحسبوش في ضمن الثلاثه الاجانب. ده في القانون في اسبانيا بيقول انت من حقك ثلاثه اجانب بس في الليجا، الدرجات الادنى ممكن يبقى عندك اكتر يعني، بس في الليجا مصر مش موجوده في الاتفاقيه دي، عشان كده تلاقي في لعيبه افارقه كتير موجودين ودايما بيحسبونا احنا من الثلاثه اجانب، من الثلاثه الاجانب لازم تبقى توب. فبستغرب يعني، انا نفسي ان انا اشوف لعيبه مصريين اكتر بتلعب في الليجا. ليه؟ لان انا بقول لك نسبه النجاح اللعيب المصري في الليجا كبيره، ودوري اللي احنا شغالين عليه احنا دلوقتي بنعمل يعني بارتنرشيب ديل ما بين ذا ميكر شركتي وما بين سيلتا، ان شاء الله هيبقى في شراكه ان احنا كل سنه لعيبه من عندنا من ذا ميكر تعمل ترايلز في مع سيلتا، ويبقى سيلتا ليهم الاولويه في اللعيبه المميزه بتاعتنا. انا بحلم ان عن طريق الشراكه دي ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا يكون عندنا 3-4 لعيبه بيلعبوا في اسبانيا قريب جدا. طبعا على المستوى الاول دلوقتي في توب ليفل زي ما انت بتحب تتكلم وتقول، مين من اللعيبه دلوقتي المصريين يقدروا يلعبوا في الليجا؟ الشناوي ممكن يبقى جول كيبر في الليجا عادي، في فرقه من الفرق الوسط ويبقى بيأدي اداء كويس، وعبد المنعم عادي جدا يلعب في انديه عبد المنعم يعني مع شويه تركيز اكتر، وان هو يبقى هناك ويعيش الاجواء بتاعت هناك وبيتمرن كل يوم بيشتغل كويس وكده يقدر ان هو يبقى موجود. ابراهيم عادل يقدر يلعب في الليجا، لعيب صغير في السن يقدر لو راح نادي صغير ان هو يكبر هناك ويشتغل هناك. مصطفى محمد اكيد طبعا يقدر يلعب في الليجا، بيتألق حاليا في ملعب الفرنسيه مع نانت يعني، طبعا يقدر ينجح في حاجات كتير. زيزو يقدر يلعب في انديه الوسط في الليجا كويس جدا ويشتغل كويس جدا، وانا بتفرج على ماتشات الدوري الاسباني وبجد يعني بتعجب احنا ليه ما عندناش لعيبه اكتر.
بتعجب يعني ليها طبعا ممكن اللغه مثلا لا خالص خالص خالص. خدت قد ايه عشان اتعلم اللغه الاسبانيه هناك؟ لا انا ما اتعلمتش، خلي بالك ما سمعتش في اسبانيا الا 3 4 شهور. هو من شهر واحد لشهر 5 تقريبا. 5 يعني اتعلمت بفهم كويس يعني. من اكتر الدول اللي انا ما لقطتش اللغه بتاعتها الاسبانيه يعني. في موقف محرج حصل لك بسبب لغتك الاسبانيه اللي ما كانتش قويه قوي في اول ما رحت سالتا فيجو؟ فياريال. فياريال ماتش فياريال ده طلب مننا 4. دخلت في كمية اول الماتش كده اول ربع ساعه وانا فاكر في كلمه كده شتيمه في كلام عاديه يعني انا بسمعها على طول بيقولوها لبعض، فطلعت انها كلمه يعني ما ينفعش تقولها عادي للحكم يعني، راح مديني احمر على طول كلمه شتيمه يعني. ده اول ماتش بينتو يلعبه في حياته، شلنا 5 من فياريال. يا نهار ابيض. 4 طرد، 4 مننا اتطرد. انا فاكر في اول نص ساعه 4 اتطردوا من سلتا، وقاعدين بقى جوه الاوضه عمالين نسمع دخلوا بين الشوطين قلنا 4-0. بس ده من اكتر المواقف برضه المحرجه. طب ما حدش كان نباك على الكلمه دي او انت؟ محدش، انا فاكرها عادي يعني، بشوف كل الناس بتقولها لبعض هناك، اللعيبه بتقولها لبعض عادي، الحكم يعني ما بقول له مش عارف ايه بتاع، قال انا قلت له انت راح، قال لي طب خد. لا لا زمايلك في سلتا قالوا لك ايه بقى؟ اتخضوا طبعا، انا بشتمه كده اتخضوا، فهموك بعد كده بقى انه دي كلمه ما لا مش محتاج يفهموني بقى خلاص. انت فهمت خلاص. فهمت خلاص. خلينا نلعب مع بعض كده معلومات عن الكره الاسبانيه والدوري الاسباني. ماشي يلا بينا. تعرف 5 لعيبه عرب لعبوا في تاريخ الليجا الاسبانيه؟ طب افضلهم على الاطلاق في رايي نور الدين نايبت، مسيره عظيمه مع ديبورتيفو لا كورونيا، يوسف شيبو سيلتا فيجو، بصير صلاح الدين، كاماتشو، ميدو. لا انا بقول يعني، وفي طبعا ياسين بونو طبعا، ونصيري، كلهم مغاربة. المغرب طنجة يعني، جنب يا دوبك كده يعدوا ياخدوا نطة في البحر يطلعوا الناحية التانية، يطلعوا لأسبانيا. وبقول لك احنا لا نقل عن اللعيبة، المواهب اللي عندنا لا تقل عن المواهب اللي موجودة في المغرب، ولكن احنا لازم نشجع اللعيبة الصغيرة بتاعتنا ان هي تسافر. لازم الأندية ما تقفش في اللعيبة بالشكل اللي بتقفش فيه ده، ودي اللعيبة الصغيرة تسافر ويكسب منه، وخليك فخور ان الولد ده والشاب ده طالع من عندك انت اللي مؤسسه من انتاجك انت. وكده كده الانديه الكبيره عمرها بتقف على لعيب يعني، ما فيش حاجه يعني. مثلا المقاولين مثلا لما خدوا قرار ان صلاح والمني يسافروا سويسرا، المقاولين ما تاثرش بحاجه، صح؟ صح. فضل المقاولين هو المقاولين، ولاعيبه تانيه طلعت وكل حاجه. بالعكس هو بيستفاد ماديا من عقد محمد صلاح، بيستفيد جدا، ويقدر ان هو يصرف على المدربين بتوعه وقطاع الشباب بتوعه ويطلع لعيبه تانية. الزمالك ما تأثرش بأي حاجة ان ميدو سافر ومشي وسافر، جاب حسام حسن ناس حربة، وجاب كان عنده عبد الحليم وليد صلاح لطيف وجمال حمزة، والدنيا مشيت زي الفل. وبعد كده الزمالك كسب فلوس كويسة جدا من إعادات البيع والفاونديشن فيز او حق الرعاية من ميدو. تخيل عندك بقى انت طلعت كل سنة 3 لعيب، 2 لعيب طلعته لعيب كل سنة لعيب، ايه المشكلة؟ هتفضل يخش لك فلوس باليوروز وبالدولار، وهتفضل فخور ان الولد ده طالع من عندك، وجماهيرك فخورة ان الولد ده طالع من عندك. يا جمهور الزمالك طول ما انا بلعب كنت بره، ماشي، في جزء منهم زعلان ان انا مشيت ماشي، بس الجزء الاكبر فخور قدام الاهلاوية احنا ميدو من عندنا، طالع ابننا من وقت 9 سنين. كلهم الحقيقة المصريين كلهم الحقيقة كلهم. بس انا بقول لك مثلا الجمهور الاهلي طول عمره بيفخر ان حسام غالي ابنهم طلع ولعب، وفي الاخر احنا بنروح فين؟ نرجع مصر، بنيجي نخدم النادي، وبنيجي نخدم النادي ونلعب في النادي اللي احنا تربينا فيه، ونحاول. وبعد كده بعد ما بنبطل على المستوى التدريبي او على المستوى الاداري، بنفضل الخبرات اللي احنا كوناها دي، الخبرات اللي بيكونها اولادك هتفضل تستفيد منها ممكن 50 سنه. الجمهور يفهم كده، ونفسي ان المسؤولين يبتدوا يفكروا بالطريقه دي، وما يبقاش عندهم حته الخوف من الجمهور. ده لو سافر، طب افرض رجع على الاهلي، يا عم ان شاء الله مش هيرجع على الاهلي وهيكمل، فاهمني؟ ان شاء الله واحد خرج من الاهلي مش هيرجع على الزمالك وهيكمل. خليهم موجودين بره ويلعبوا ويستفيدوا ويرجعوا ويفيدوا الناس اللي حواليهم. لازم نبتدي نفكر ازاي نفعل المشروع ده على الارض. ميدو، هدفك مع سيلتا فيجو في مرمى رياض سوسيداد كان برجلك اليمين. كنت ينفع اضيعها دي. انت صعب قوي الضيعه دي. بس دي من الاهداف القليله خالص اللي انت سجلتها برجلك اليمين. قول لنا كده 3 اجوان سجلتهم برجلك اليمين في مسيرتك. برجلي اليمين؟ الهدف ده جبت جول في سلتك بيميني، سلتك في سلتك انا فاكره كويس قوي،
حتى في الدوري المصري مجونين الحقيقة، واحدة منهم أول ما طلعت قبل ما تسافر، وواحدة منهم في الألمونيوم، في الألمونيوم، في الألمونيوم، في الألمونيوم، أنا دخلت الجوة دي وشطها صح، شطها. واحدة بقى لما رجعت كانت في جون حارس بيلعب في هولندا، ورجع لعب في فريق هنا قبل ما ينتقل للأهلي. في الجونة، في جونة في شريف إكرام، وده كان جون صعب قوي على فكرة. لأن أنا كنت رجلي الاتنين في الهواء، أنا فاكر الجول ده تعادلنا 1-1 الماتش ده، والواد ده شريف إكرام الأهلي. والله يعني شريف إكرام في الماتش ده، الماتش ده صد 4-5 كور جوان جوان يعني، وهو بعديه على طول الأهلي خد قرار إن شريف يرجع على الأهلي. مين هو هداف العرب التاريخي في لاليكا؟ هو لاعب مغربي برضه. هداف العرب التاريخي أعتقد نصيري. هو نصيري ينقص له جونين بس ويجيب الرقم بتاعه. كاماتشو؟ لا هو لاعب لعب في الخمسينات، هو بن مبارك. بن مبارك، بن مبارك، بن مبارك هو الهداف العرب التاريخي. نصيري فاضل له جونين كان بس. بيلعب فين بن مبارك؟ ويعادل. بن مبارك كان بيلعب في اتلتيكو مدريد. في تجربتك مع سيلتا فيجو بعد ما خلصتها، ما فكرتش ترجع مره ثانيه الليجا او تلقيت عقود ولا الامور مشيت ازاي؟ يعني انا كنت هقعد في سيلتا، سيلتا كانوا عايزين يشتروني بعد كده، وانا كان نفسي ان انا اقعد في سيلتا. بس انا فاكر كويس قوي ساعتها ان اياكس طلب مش عارف 12 13 مليون يورو، وده كان رقم كبير جدا على سيلتا. فسيلتا حاولوا ان هم يخلوني ان انا اضغط على اياكس ان انا اروح سيلتا اعاره سنه كمان، وما كنتش عايز ان انا اروح اعاره. لو هتشتروني تقدروا تشتروني، انا بحب النادي وعايز اكمل معاكم مفيش مشكله. كنت مبسوط جدا في فيجو كمدينه وكبلد، ناس طيبين جدا ونادي يعني عارف ايه، عارف الانديه الساحليه اللي هي كل المدينه بتشجع البلد، وعارف يعني النادي في الاتموسفير بتاعه النادي عامل زي المصري والاسماعيلي. انا بحب الانديه دي قوي، كنت مبسوط جدا. وانا بحب السمك واللحمه الحلوه، احلى حته لحمه تاكلها في جاليسيا، في المنطقه، في المنطقه بتاعه تريجو دي، وناس طيبه جدا وفاسيلتيز كانت حلوه والدنيا هاديه وكنت مبسوط يعني. بس بعد كده لما جه مارسيليا بالرقم الكبير اللي هم عرضوه، اياكس عملوا معايا ضغوط يعني، اياكس عملوا كل حاجه ان اروح مارسيليا عشان العرض المالي كان اعلى. عشان العرض المالي اياكس انت عارف يعني، هم كانوا شاريني من جنت ب7، فلما جالهم 12 13 بالنسبه لهم ايه الارقام كده كانت زمان يعني، فاهم يعني. انا فاكر ساعتها مثلا ايه، في نفس السنه تقريبا اندي فاندر مايدا راح الانتر ب15، كيفو راح روما ب14، انا رحت مارسيليا ب13، ابرا السنه اللي بعديها راح اليوفي ب18. هي كانت الارقام كده. كنا بنتكلم في اغلى لاعب في العالم في الوقت ده مثلا كان زيدان مثلا 65 مليون او بعدها كمان فيجو. فيجو الارقام دي بقى بعدها دول كانوا ايه 2-3. بالظبط. انما كل اللعيبه بقى اللي هي الصغيره اللي لسه بتطلع وبتاع كان كله بقى في الحته بتاعت ال15ات يعني. فكان ما كانوش عايزين ياخدوا ريسك سنه تانية، لو رحت سيلتا ممكن الدنيا بتمشيش كويس اتعور وبتاع، يبتدوا ان هم يفقدوا الفاليو بتاعي. طيب خلينا نختم حوارنا بشويه اسئله خفيفه كده عن ذكرياتك مع الليجا. اصعب ملعب لعبت عليه في الليجا؟ انا عارف ان انت لعبت 8 مباريات بس ربما يكون بعض الانديه الثانيه لعبت على ملعبها مثلا في بطولات اوروبيه، فاجمالا في الليجا في الانديه الاسبانيه مين اصعب ملعب ممكن تكون لعبت عليه؟ ملعب فالنسيا. ملعب فالنسيا ملعب صعب جدا. انا لعبت قدام فالنسيا في الشامبيونز ليج مع اياكس، كان ماتش صعب جدا، الاتموسفير كان صعب جدا. فريق فالنسيا كانت فرقه جامده قوي، كان الجول كيبر بتاعي كاريزارس، كان خواكين وكانت فرقه في ايمار، لا وايمار وكان كمان السنتر باك بتاع منتخب الارجنتين اسمه ايه، ايالا كان طبعا. بيلعب الماتش ده انا فاكر احنا كسبنا 1-0، ابرا اللي جاب الجون، ابرا نزل الشوط الثاني اخر 25 دقيقه هو اللي جاب الجون، وعملنا ماتش كبير قوي. كنا كلنا صغيرين الماتش ده، كنا بنلعب 3 ورا انا فاكر كويس جدا، كنت انا بلعب وينج ليفت وياري الاتمان كان بيلعب راس حرب معانا في اياكس، واندي فاندر مايدا وينج رايت، كان بقى نص الملعب فاندر فارت وكده يعني، لعيبه بتاع فيسلي شنايدر، لعيبه بتاعتنا بتاعت نص الملعب نايجل ديونج او توماس جالاسك. كنت متضايق قبل الماتش ان انا العب وينج ليفت، تلعب وينج ليفت انا متضايق. عم رحت الكومان وقلت له طب ما تلعب لتمانن هنا وانا هنا. قال لي لا انا عايز لتمانن يسقط لتحت ويحافظنا على الكوره وانت تدافع كويس وتجري. وفعلا كان كومان عنده جيم بلان يعني جامد جدا. كسبت الماتش ده في ملعب، فبلعبهم قدام يعني الملعب كان متقفل 50,000 تقريبا يعني، من اصعب الملاعب ملعب فالنسيا. اصعب حارس مرمى
في واجهته في الانديه الاسبانيه؟ كاسياس مع ريال مدريد. يعني لعبت اكتر من مره قدام ريال مدريد، سجلت جول في ريال مدريد، جبت جول في ريال مدريد في الفيلودروم، وضيعت كورتين في برنابيو، واحده منهم يعني وانا مع روما انا والجون، يعني رقصت كارلوس زقتها من وراه وجريت منها، حتى انا شطاب يميني جنب القايم، انا فاكرها كويس جدا. بس ده برضو كان تشامبيونز ليج. طب كمدافع مين كان ارخم مدافع في الانديه الاسبانيه وجهت؟ راموس، ولعبت قدام راموس وهو في سيفيا. كانافارو مثلا في ريال مدريد؟ لا كانافارو، لا كانافارو لعبت قدامه في الانتر، في الانتر سيمي فاينال الويفا كاب. كانافارو راح بعد 2006. كانافارو لعبت قدامه في مارسيليا انتر. راموس طبعا من المدافعين، راموس جدا. راموس كان صغير بس كان باين جدا ان هو هيروح، حتى كان وقتها باك رايت، كان وقتها باك رايت، وكان ساعات بيلعب مساك، كان بيلعب، برافو عليه، كان بيلعب باك رايت ومساك. لعبت قدام بيول برضو يعني ماتشات برشلونه واياكس، برضو جبت جون، كسبنا 4-3. كان بيول بيلعب وكان فيليب كريستنفال بيلعب، بس بيول يعني كان مدافع عظيم جدا وقائد، على طول بيتكلم وبيتكلم مع زمايله كان كوتش موجود في الملعب. طب كويس انت ذكرت اسم بيول وذكرت اسم راموس، عشان دلوقتي هاخدك في لعبه المقارنات، نختار اتنين لعيبه في نفس المركز وانت تختار لنا مين الافضل فيهم. هنبدا سخنين على طول، ميسي ولا رونالدو؟ ميسي فتره برشلونه ورونالدو فتره ريال مدريد. رونالدو حاجه طبعا عظيمه جدا، بس انا شايف ان ميسي ربنا مديله قدرات بجد في مخه وفي الرياكشنات بتاعت رجله، ان هو بيشوف حاجات اسرع من البني ادمين الطبيعيين. ده ايماني ان في ناس معينه زي مارادونا وميسي والناس دي، في حاجات اللي هم بيعملوها دلوقتي عادي اللعيبه هتبتدي تعملها بعد 20 سنه. ربنا مديهم، انا في رايي ان ميسي عنده قدرات خارقه. وابتديت امن بكده اكتر لما اتفرجت عليه في الملعب. رحت اتفرجت عليه 3-4 مرات في الملعب، بيقعد طول الماتش مونيتور هو فين والناس اللي حواليه، وايه اكتر حته يقدر يكون موجود فيها عشان يوجع الفريق اللي قدامه. فاكر كويس جدا كنت بتفرج على ماتش من ماتشات السوبر ما بين ريال مدريد وبرشلونه، وكان الماتش متقفل، بص مفيش فرقه بتروح للجول، وانا باصص عليه متابعه. اول لما الباك ليفت بتاع ريال مدريد كان تقريبا مارسيلو اتغير، اول حاجه عملها راح رايح واقف في ظهر الباك ليفت ده، ساب الملعب كله وراح رايح واقف، واستنى المره الاولانيه الباك ليفت راح رايح، كان الباك ليفت اللي هو البرتغالي ده اسمه ايه؟ كنترو. راح مخليه رايح وفضل واقف، والتانية خلاه رايح وفضل واقف، تالت كرة راح جاي لميسي راح داخل لجوه تك 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 عملها بقى عرض جول، كسبوا برشلونة 1-0. هو عنده مش موضوع ان هو لعيب كرة كويس، بس مش موضوع ان هو بيعرف يعمل دريبلينج او بيشوط بس، لا هو بيقف في الملعب بيقيس كل حاجه، بيمونيتور كل حاجه، بيفضل يبص حواليه ويشوف السكاننج بتاعه. انا في رايي ان هو لعيب عبقري. يعني سواريز ولا بنزيما؟ لقيتين لعيبه عظام، انا اختار بنزيما. ليه؟ بنزيما جه وقت من الاوقات، حتى في الوقت اللي هو ما كانش الهداف فيه وكان رونالدو هو اللي بيجيب بجوان اكتر، بس كان السبب الرئيسي في تالق رونالدو تحركات بنزيما. انا بحبه اكتر من سواريز لانه لعيب مش اناني زي سواريز. سواريز بيفكر في نفسه بنسبه 80% وبعد كده بيفكر في الفريق 20%. يعني انا لعبت مع سواريز في اياكس وعارفه كويس جدا وطريقه تفكيره، لعيب عظيم طبعا، لكن انا بقول لك هو طريقه تفكيره كده. انما بنزيما از تيم بلاير، بنزيما ما عندوش اي مشكله ان هو ممكن النهارده اطلع مش جايب اجوان، بس انا عملت شغل للفرقه هجوميا ودفاعيا، وانا بحب اللعيبه اللي كده قوي، لان انا كنت كده. انا وانا بلعب كان ممكن عادي ما اجيبش جون، بس انا النهارده مبسوط ان احنا كسبنا وعملت ماتش كويس وعملت مثلا اسيست لواحد زميلي، ما كانش عندي الحته دي، فعشان كده بحب بنزيما اكتر. زيدان ولا انيستا؟ لا زيدان طبعا، لا زيدان برضو حاجه. لعبت قصاد زيدان؟ طبعا لعبت قصاد زيدان. لا زيدان جامد قوي، زيدان لعيب كبير يعني. انيستا طبعا كان لعيب كبير، لكن اي ابريشيت اللعيب اللي طويل اللي جسمه كبير وحريف، لان هي اصعب، اسهل جدا وانت قصير ان انت قريب من الارض. ايوه انت اسهل ان انت حركاتك، انما زيدان كان طويل، زيدان طولي تقريبا. فاللعيبه اللي هي الطوال دول اللي كرتهم حلوه بالشكل ده بحترمهم قوي يعني. اللعيب اللي مقاس رجله 45 46 ده وبيعرف ان هو يكنترول الكوره، ده حاجه عظيمه جدا. طيب تشافي مودريتش، الاثنين قصيرين اهو. يعني بص تشافي يعني ومودريتش هما الاثنين عظماء جدا، لكن انا برضه هروح لمودريتش. مودريتش
رغم ان تشافي واحد من المؤثرين في الجيل التاريخي لبرشلونه. طبعا مودريتش ما خدش الفرصه ان هو يتاسس بشكل كويس زي تشافي. تشافي ابن لاماتسيا وابن تاسسه بشكل كويس، تحطه تحت رعايه وحرجه في سيستم، انما التاني راجل في كرواتيا التاسيس اضعف بكتير، ورغم كده قدر ان هو يوصل للليفل ده. انا بالنسبه لي دي حاجه عظيمه جدا، ومحافظ على الليفل ده كمان طبعا لو يتطور. الاثنين لعيبه عظام طبعا، لكن انا اعرف لمودريتش. راموس ولا بيول؟ راموس لعيب امكانياته احسن بكتير طبعا، وهو معاه الكوره وهو معهوش الكوره. بيول قائد بحقه حقيقي، بس انا لو اختار اثنين لعيبه اختار راموس. الونسو ولا بوسكيتس؟ ده بوسكيتس عظيم يعني. الونسو لعيب كبير قوي، ودلوقتي بقى مدرب كبير كل الناس بتتكلم عليه، مع ليفركوزن، لكن بوسكيتس كان عظمه عظمه. بوسكيتس دايما كله بيتكلم عنه انه لاعب في مركزه اسطوره ما جاش زيه. هتحس ان هو يعني ايه، ما بيعملش مجهود كبير خالص، وان الدنيا سهله، وبيخرج الكره من تحت الضغط بكل سهوله. ما اعتقدش في لعيبه قليله قوي اللي جت بالامكانيات بتاعت بوسكيتس دي، اللي هو انت حاسس ان هو بيهزر يعني. لما تيجي بقى تشوف في الملعب بيعمل ايه، هتلاقي ان هو لو اتشال من الملعب برشلونه ومنتخب اسبانيا في مشكله كبيره. لو هنختار بقى جيل افضل، جيل بيب جوارديولا اللي حاز على كل البطولات، ميسي بقى وتشافي ونيستا والفرقه دي وبوسكيتس والفرقه دي كلها، ولا جيل زيدان الفائز بثلاث مرات واربعة دوري ابطال اوروبا، رونالدو، بنزيما، مودريتش، كروس، راموس، مارسيلو، جيل ده ولا جيل ده وليه؟ ككرة الجيل طبعا بتاع جوارديولا، لأن جوارديولا عمل ثورة في كرة القدم في الوقت ده، أخذ أفكار كرويف وطورها وابتدى يعملها مع لعيبة أجسامهم مختلفة وحركاتهم مختلفة. اللعيبة الصغيرة زي تشافي وإنيستا واللي هم مقاساتهم صغيرة دول، لو تفتكر قبليها مع ريكارد ما كانوش بيلعبوا وما كانوش هيلعبوا بالشكل بتاع ريكارد قبل التجربة بتاع جوارديولا. بالظبط يعني، فاللي جوارديولا عمله ثورة في كرة القدم، وكمان التعديل اللي عمله جوارديولا تكتيكيا في اسلوب لعبه مع البارسا في الوقت ده كان عبقري. يعني في الاول كان بيلزم الاجنحه بتوعه ان هم يلعبوا لبره، وبعد كده ابتدى يدخل الاجنحه لجوه ويخلي الفول باكس هم اللي بيروحوا. الاب ديد خلي بالك هو اللي بيخلي جوارديولا عايش. هتلاقي افكاره يعني هو بيحس ان ايه، خلاص الناس ابتدت تفهم افكاره، يروح طالع بفكره جديده زي فكره بتاعت هالاند. هو عمره ما كان بيلعب لعيب نمبر 9، فجأة غير كل حاجة. مرة واحدة اكتشف ان الناس ابتدت تضغط عليه وتاخد الكرة من الناس بتوعه، ابتدوا يقفلوا عليهم كويس. طب خلاص انا هضرب لكم خمس ستة لعيبة براجل ايه، هروح ضرب له الكرة وهخليكم ان انتوا مش قادرين ان انتوا تعملوا دي. هي دي عظمة جوارديولا في رأيي. تقدر تحط لنا تشكيل تاريخي للليجا انت شايفه عبر التاريخ؟ وانت في اكيد الحقبه بتاعت ريال مدريد اللي خدوا الشامبيونز ليج دي، اللي هي بتاعت خمسينات دي يعني. انا الخرجه خلينا في الحديث، خلينا نقول من الالفيه، من التسعينات، لو حابب تحط مثلا راح تحط كومان، هتحط اي لعيب من الفتره دي برضو انت اكيد شفتهم وعصرتهم، واكيد في لعيبه برضو اثرت فيك. انا هحط جول كيبر كاسياس، اثنين سنتر باكين بييرو ورونالد كومان، باك ليفت روبرتو كارلوس، باك رايت داني الفيس، نص الملعب بوسكيتس، زيدان ومودريتش. انا كده حطيت 4-3 صح؟ 4-3 فايت 3 قدام. لازم احط رونالدينيو، بحب رونالدينيو قوي قوي. لعيب برضه غير، عمل ثوره في الكوره انه يلعب بالليفل ده وبيضحك، انبليفبل ان انت تتفرج عليه. رونالدينيو حاجه عظيمه جدا. وراس حربة رونالدو الفينومينو طبعا، ولويس فيجو. لويس فيجو انت استبعدت ميسي ورونالدو الاثنين، حطيت رونالدو البرازيلي، ميسي جامد قوي جدا، ولويس فيجو. ميسي لازم يتحط بصراحه. حط مكان فيجو؟ حط مكان فيجو صح. يعني تشكيل تشكيل جامد جدا يعني. كاسياس يعني ميسي ورونالدينيو ورونالدو الفينومينو. كان ميسي يشوفهم التلاته دول بيلعبوا مع بعض. يا نهار ابيض. وتحتيهم زيدان ومودريتش وبوسكيتس، دانيال الفيس وروبرتو كارلوس وفرناندو هيرو وكومان وكاسياس. كانوا عايزين دول بلد في تشامبيونز. انت عايز بلاي ستيشن دي. نورتنا يا كابتن ميدو. حبيبي يا تسلم. وبنشكر مشاهدينا في موقع شكرا. نورتنا يا كابتن ميدو. شكرا. ان شاء الله دايما نلتقي على الف خير. مع السلامه. شكرا.